إذا بتتذكروا بدينا المرة الماضية نحكي عن الكنترولر الكنترول ألجوريثم سيلكشن. هلا بتتذكروا في اختلاف بين الكنترول الفيزيكال كنترولر والكنترول ألجوريثم. الكنترول ألجوريثم هو الكنترول الكنترولر راح أتبعها أحطها وأبرمجها في الكنترولر أو أبرمجها في البيك مايكرو كنترولر. تذكر المرة الماضية لما بدينا نحكي عن البروبورشنال كنترولر أحد مشاكل البروبورشنال كنترولر أو إيش بتعمل البروبورشنال كنترولر؟ شو مبدأ عملها الأساسي ببساطة؟ بأخذ الأرور وبضربه في كونستنت، ما في إشي تاني. بأخذ الأرور وبضربه في كونستنت. تلاحظوا الأرور ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف. إذا كان الأرور بوزيتيف شو معناها؟ ديزايرد أعلى ال الأكتوال أعلى من الديزايرد. الاكتوال اعلى من الديزاير. اذا كان نيجاتيف وانا حكيت بوزيتيف اذا كان الايرور بوزيتيف معناها الديزاير اعلى من الاكتوال، معناها بدي اشد السيستم بدي ارفع. او اذا كان الايرور نيجاتيف معناها الاكتوال اكبر من الديزاير معناها بدي انزل. يعني اذا بدنا نلخص البروبورشنال كنترولر بشكل اساسي كل اللي عندي راح يكون هو جين كي، راح احط عليه انا هاي الاشاره حتى اكد انه هذا الجين ادجستر تبع الكنترولر. فهون راح يطلع عندي هاي الايرور من هون ايرور از فانكشن اوف تايم. انا غير سمبل كنترولر اخذنا فيدباك، هاي عندي هون الترانسديوسر اس اوف اتش او السنسر اس اوف اتش، وهي عندي هون الديزايرد فاليو. هذا صار الديزايرد فاليو، هذا هون الاكتوال فاليو. الاكتوال فاليو بعد ما حولته من فيزيكال فاليو لالكتريكال فاليو مضبوط، صار هلا يتقارن الاكتوال مع الديزايرد فاليو. طرحنا الاثنين اعطاني error as a function of time مظبوط. كل اللي بعمله في البروبورشنال كنترولر باخذ هذا، ما فيش ميموري، ما في ميموري ما بتذكر انا شو كانت القيمه سابقا. هذا بيختلف عن مين، ايش نوع الكنترولر اللي الانتجريتر او الاي، الاي بضل متذكر، او اللي مشبهه كمان لحد ما تراكنج كنترولر. اذا حكينا عن التراكنج كنترولر ما فيش ميموري، ما في اي ميموري اليمنت هون. اذا احنا بنشتغل دائما على البريزنت. اذا بدك تفكر في البي، هي كأنه بيمثل البريزنت. كل اللي بعمله في البروبورشنال كنترولر بطرح الديزاير، بطرح منه الاكشوال فاليو، والايرور اللي بيطلع معي هون بدخله على كي، وكي بس هي عباره عن، واذا بتتذكروا في الروت لوكس، مين منكم بتذكر الروت لوكس؟ ايش اللي بحركني على الروت لوكس؟ اللي بخليني اتحرك كي. تغيير الفاليو تبع كي هو اللي بحركني على الروت لوكس، تحركي على الروت لوكس هو تغير القيم تبعت كي. وطبعا هون راح يكون عندي كي، هذا راح يدخل على البلانت، راح يطلع عندي هون الاوتبوت، والاوتبوت هون هذا اللي هو عن واي اوف تي واي اوف اس، وهذا هون اكس اوف اس او اكس اوف تي، وهذا اي اوف اس او اي اوف تي. اوكي ماشي واضح. هذا البروبورشنال كنترولر. المشكله الاساسيه ايش هي في البروبورشنال كنترولر؟ ممكن اذا خففت كي نزلت القيمه تبعت كي شو بصير عندي بين الاكتوال والديزاير؟ شو بصير؟ ستيدي ستيت ايرور. يعني مشكله الديس ادفانتجز اوف كي كنترولر، اذا نزلت الفاليو تبع كي شو بصير عندي؟ بخف الاوفر شوت، بس بسوق ايش عندي؟ بور رايز تايم وستيدي ستيت ايرور. مضبوط، متذكرين هذول الاشياء؟ هلا اذا رفعت كي، يعني هاد هون خلينا نحطها ات لو كي، اذا نزلت القيمه تبعت كي شو عندي؟ بكون عندي ستيدي ستيت ايرور، بصير الرايز تايم بور. ايش يعني بور رايز تايم؟ كثير، انه باخذ فتره طويله حتى يعمل رايزنج. طيب حتى احسنها رفعت كي بصير عندي لارج اوفر شوت، وممكن على فري على هاي كي احيانا شو يصير عندي ببعض سيستم انستيبل. اذا انت مش فاهم هدول هاي المشكله ما في معنى انك تقول لي انا بدي استعمل بي اي كنترولر. مظبوط، اوكي. يعني لايمتى بنروح على البي اي كنترولر؟ لما عندي هاي المشكله. اذا ما عندي هاي المشكله هل بحتاج انا بي اي كنترولر؟ ما في. اوكي ماشي واضح، فاهمين؟ يعني هلا افترض عندي سيستم زي هيك، دخلت عليه ستيب فانكشن والاستجابه مثلا كانت هيك فرضا، فيش ستيدي ستيت ايرور، هل هذا بحتاج له اي؟ ومقبول الرايز تايم بالنسبه لي.
لكن افرض انت وجدت انه السيستم هذا الريسبونس تبعه بهذا الشكل كان عم بعطيني جود رايز تايم بس حتى اخفف ستيدي ستيت ايرور بدي اوفر شوت عالي. هاي مشكله الاوفر شوت اللي من هون. طيب رحت خففت قيمه كي، لما خففت قيمه كي شو صار عندي؟ صار بطيء بالرايزنج وفي عندي ستيدي ستيت ايرور. وين عم بحاول احط كي؟ اذا حركت كي هيك او حركت كي هيك ايش عم بصير؟ مش عم بظبط وضع. بزيدت كي شو صار بالستيدي ستيت ايرور؟ صغر، حسن الرايز تايم بس صار عندي اوفر شوت. يعني احنا عندنا هون البي كنترولر هي، اذا نحط هذا السهم هيك ها؟ وراح احط هون كلمه كومبرومايز. كومبرومايز ايش يعني؟ عم بحاول الاقي حل وسط، نو كومبرومايز، نو كومبرومايز بوسيبل، بين ايش وايش؟ اوفر شوت والستيدي ستيت ايرور. بين الاوفر شوت ستيدي ستيت ايرور والرايز تايم. اوكي ماشي واضح، فاهمين هاي العلاقه؟ شو يعني ايش عم بقول؟ مش قادر الاقي حل وسط، يا بزيد كي بزيد عندي الاوفر شوت، يا بنزل كي بصير في عندي ستيدي ستيت ايرور والرايز تايم بكون فوق. ماشي واضح فاهمين؟ وهي هون راح احط كي فيريبل. اذا هاي مش مشكله ما فيش عندي مشكله بالبحث، البي كنترولر كافي، في كثير من التطبيقات البي كنترولر كافي. لكن اذا هاي مشكله شو بدي اضطر اعمل؟ بدي اضطر اختار بدي بي اي، بدي استخدم بي اي او بي دي او بي اي دي. اوكي ماشي واضح؟ اذا هلا شو بصير عندي في البي اي كنترولر؟ حتى استعمل بي اي كنترولر راح اضيف ترم جديد. لاحظوا هذا حكينا البي بتعلق في بريزنت، الاي بتعلق في الماضي. الاي راح يضل يطلع على الايرور المتراكم وراح يراكم هذا الايرور. عارفين مرة إذا حكيت لكم إياها، زي واحد مثلا هو وزميله، مرة واحد سألني بعرفش في أي محاضرة في الباور الكترونكس، واحد بضل يعمل معك أشياء سيئة وأنت إيش بصير في ذهنك؟ تقول عمل معي اليوم الفلاني كذا واليوم الفلاني كذا واليوم الفلاني كذا، مش هيك؟ بيجي يوم من الأيام بيعملها شغلة شو بصير فيه؟ بتثور مرة واحدة بتهب وجهه، بقول لك كله عشان هاي الورقة، بتقول له لا ما هو هذا كله الأشياء الماضية. هي نفس الشيء الآي، الآي رح يصير يراكم كل الايرورز اللي موجودة هون، وبعدين راح يعدل الستيدي ستيت ايرور اللي موجود. اذا الاي بتعلق بال باست هيستوري، تمام الهيستوري تبع الايرور باست هيستوري اوف ايرور، راح يضل يكامل هذا الايرور، راح يكامل هذا الايرور. تذكروا شغله مهمه بالانتجريتر مرات بننساها ما بننتبه عليها، طبعا هذا في له انيشال كونديشن، انيشال فاليو. هذا الانتجريتر لو الانبوت تبعه زيرو ايش بكون الاوتبوت؟ ماشي بعد ثواني، بعد خمس ثواني شايف هذا الخطا، هذا هو جواب الخطا. انتبهوا هذا الجيم لو كان الانبوت له زيرو شو بكون الاوتبوت؟ زيرو مش هيك؟ هذا الانبوت له زيرو شو بكون الاوتبوت؟ هذا اذا الانبوت تبعه زيرو شو بكون الاوتبوت؟ هذا بكون زيرو. الانيشال كونديشن اذا التايم زيرو بس بعدين شو بصير؟ اخر فاليو كان موجود فيه. يعني تطلع هلا شوف هون، افرض هذا هون اعطيته فاليو زي هيك. اوكي؟ خلص. اعطيت الانتجريتر فاليو بلس، ونفترض انيشال فاليو بيساوي زيرو، اوكي؟ قبل البلس قديش رح يكون الاوتبوت تبع الانتجريتر؟ زيرو. لانه الانيشال فاليو تبعه زيرو، ما اجاهوش شيء راكبه. بعد البلس هاي قديش رح يكون الفاليو؟ او خلال البلس ايش رح يصير؟ رح يصير عندي رام. اذا الاوتبوت تبع هذا رح يصير عند النقطة هاي، رح يصير هيك. طب عند النقطة هاي ايش رح يصير؟ كونستنت. طيب اذا هون قديش الانبوت هلا؟ زيرو. قديش الاوتبوت؟ كونستنت. اخر فاليو هو، اذا هو نوع من الميموري، الانتجريتر نوع من الميموري. اوكي ماشي واضح فاهمين هاي؟ الانبوت للانتجريتر لو كان زيرو مش شرط الاوتبوت يكون زيرو، بكون اخر فاليو. وهذا هو اللي بمكن الاي ايش يعمل، حتى لو الايرور زيرو ايش بمكن الاي يعمل؟ ايش بعطيني؟ بعطيني اوتبوت. يعني الاي بيقدر يعطيني اوتبوت حتى لو الايرور كان زيرو وانا بحتاجه. هذا في بعض الاحيان واضحه الفكره هاي؟ الايرور احيانا بوصل زيرو ما بين الانبوت والاوتبوت، بس لازم يكون في اوتبوت. متذكرين البندلم اللي حكينا عنه المره الماضيه؟ لما البندلم يكون بدي له زاويه معينه، بدي اياه يضل على الزاويه هاي هون، لازم يضل في ايرور عشان اذا ضل ماشي ووصل الزاويه هاي قديش صار الايرور بين الفاليو اللي بدي اياها، الزاويه اللي بدي اياها والزاويه اللي حاصله فعليا؟ زيرو. زيرو.
بس اذا الايرور كان زيرو قديش راح يكون الاوتبوت تبع الكنترولر البي كنترولر زيرو واذا زيرو راح على الدي سي موتور قديش التورك اللي راح يعطيني اياه زيرو اذا ما راح يضل يوقفه شو راح يصير فيه راح يرد يسحب اذا ما بنفعش البي كنترولر بحاله هاي لانه راح يضل في عندي ستيدي ستيت ايرور مش هيك بس مين اللي بيقدر يضل مطلع اوتبوت حتى لو الايرور كان زيرو الاي الانتجريتر تبع الاي ماشي واضح لازم تفهم الفيزيكال سيجنيفيكانس اذا ما فهمت الفيزيكال سيجنيفيكانس ما بينفع اذا شو راح نعمل الان هون هلا في البي اي كنترولر اذا عندي مشكله ستيدي ستيت ايرور راح احط تو باس الان او على طريقه اوجات ايش بنعمل بنحط الكي برا بسميها كي بضل اسميها كي وبعدين عندي هون في تو باس في باث راح يكون يونيتي والباس الثاني ايش راح احط فيه انتجريتر واحد على تي اي اس هون راح يكون عندي سميشن راح اجمع التو سيجنالز اذا هاي هذه صارت الكنترولر تبعتنا نحط حواليها خط احمر ما هلا طلعوا الكنترولر هاي ايش بدخلها بدخلها الايرور سيجنال شو بيطلع منها بيطلع الاكتويتنج اللي راح يروح على البلانت هون في عندي انتجريتر وتذكر الانتجريتر وظيفه الانتجريتر هون الانتجريتر حتى لو الانبوت تبعه داخله زيرو بيطلع لي الاوتبوت اخر اوتبوت وسطه فبضل محافظ على هذا الفاليو لحد ما يرد يجيني شيء جديد لاحظوا هاي القيمه هي عباره عن ايش بالنسبه لهاي البلس ايش بتمثل هاي القيمه بالنسبه لهاي البلس المساحه مساحه تحت هاي البلس هي اخر فاليو وسطه على شرط طبعا انه يبدا من زيرو بدا من زيرو لما مر من هون كانه كامل الاريا لما كامل هاي شو اجمع منها المساحه تبعتها مزبوط مش المساحه هاي هي نفس هاي الانتجريتور شو بعمل لما باخذ انتجريشن لفانكشن شو عمالي بعمل عم بحسب المساحه تحتها مش هيك الاريا تحتها الاريا تحت هاي هذا المستطيل هيها فهاي القيمه اللي وصلتها هي اخر شيء كامل فشو عمل هذا الانتجريتور ضل يجمع الايرور اللي موجود هون وطلعه في فاليو من هون لما الفاليو بعدين نزل لزيرو من الانبوت ايش ضل الاوتبوت ضل فيه له قيمة ما نزل لزيرو، بس حكيتوا الانتجريتر إذا داخل له زيرو اللي بيطلع منه زيرو. الامبليفاير إذا دخل له زيرو ايش بيطلع منه؟ اللي هو البي كنترولر، البي كنترولر إذا دخل له زيرو بيطلع منه زيرو. إذا شوفوا شو راح يصير الآن هون. عندي هون في تو كومبوننت صار للكنترولر، كومبوننت ايش راح يكون؟ كي في واحد. الكومبوننت الثاني ايش راح يكون؟ كي على تي اي اس. وتي اي ايش بسمح لي إني أعمل؟ إذا حطيت تي اي انفينيتي شو بكون عمالي بطل؟ إذا تي اي كانت انفينيتي شو بصير واحد على انفينيتي ايش؟ زيرو إذا انتهى هذا التير لاحظوا تي اي تحت مش تي اي فوق وحدته سكندز لكن لو حطيت تي اي بديت أصغر بتي اي شو بصير عندي؟ بصير في افكت لا اللي هو إذا بدك تفكر فيه كأنه كي اي واحد على تي اي كأنه كي اي قديش قوة الاي؟ إذا حطيت تي اي كبيرة جدا معناها هذا بطل له قيمة رجع ايش صار الكنترولر؟ في بروبورشن لما حطينا هون تي اي كاني بدي ازيد الانتجريشن كاني الانتجريتر اللي بيطلع عندي الاوتبوت من الانتجريتر كاني بضربه فيه واحد على تي اي مزبوط فعمالي بقوي السيجنال هاي بقوي سيجنال الاي طبعا الاي خطر اني ازيده كثير ايش اللي ممكن يعمله الاي لما بضيف الاي للبي ايش احد الاشياء اللي ممكن يعملها ممكن يخلي السيستم انستيبل لانه شو بعطيني زيرو وين اظن بعطينا زيرو بالاوريجن مش هيك او بدي زيرو في بول عفوا اسف اعطيني بول في الاوريجن مزبوط هلا متاكد منها هلا بنرسم ترانسفير فانكشن متاكد منها بعطيني بول في الاوريجن اظن فاذا حطينا هلا اي هون اي اوكي هي صارت عندي ترانسفير فانكشن جديده اذا امتى بستعمل الاي اذا في عندي مشكله ستيدي ستيت ايرور هلا هون بدون ما ازيد كي بدون ما ازيد كي كثير بامكاني بالاي شو تخلص لي من هون بامكاني الان الاقي كومبرومايز بالعيار تبع البي اي بحيث انه يعطيني رايز تايم مقبوله هلا شوفوا ستيدي ستيت ايرور كيف بيختفي ملاحظين كيف ستيدي ستيت ايرور اختفى طب ليش ما راح فجاه ليش ما راح فجاه على الزيرو في تايم على مش على الزيرو في تايم التايم هذا مين بحدده تي اي تي اي بحدد لي قديش سرعه الانتجريشن قديش انا مش حنضرب احنا الانتجريشن في فاليو معين فانت كل ما نزلت قيمة تي اي يعني زدت قوة الاي شو بصير بسرعة هذا؟ اسرع بصير اسرع هذول قيم مختلفة لمين؟ تي اي تي اي اوكي هو عماله بصغر تي اي اوكي اذا تي اي بتغير عندي هون فبتغير السلوب تبع
تتغير سرعة الانتجريشن وقديش السرعة السرعة اللي بروح فيها هذا لزيرو. ماشي واضح بالنسبة للآي هون؟ الآي مهم جدا بحل لي مشكلة، بس إذا زدته كثير عماله بدخل لي عمال ممكن يخلي السيستم انستيبل. أوكي؟ وقف الهايت.